انفجار كبير طال أحد أهم السدود للطاقة الكهرومائية في الداخل الأوكراني، ألا وهو سد نوفا كاخوفكا. وطبعا أوكرانيا وروسيا دخلتا في حالة انذار شديدة بانذار جيم بعد هذا الانفجار الذي جاء في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم. كانت هي اللحظات الأولى، هذه هي اللحظات الأولى لسد نوفا كاخوفكا الذي انفجر بهذا الشكل الكبير. هنالك أزمة هائلة للغاية بسبب هذا الانفجار الذي جاء بهذه الطريقة. وطبعا المياه تدفقت بشكل خطير في نهر دنيبرو على مقاطعة خيرسون تحديدا. وطبعا هذا السد يستطيع من أن استيعاب 18 مليون متر مكعب من المياه، وهذه كمية كبيرة للغاية، تستطيع من عملية إغراق ما يقارب 80 مستوطنة موجودة في خيرسون. وطبعا هذا هو الذي جعل المنطقة بأكملها أن تدخل في خطر كبير. وعندما تلاحظ بعض عمليات التصوير من طائرات الدرونز، إن كانت الروسية أو إن كانت الأوكرانية، فالمدن في مشكلة حقيقية للغاية، وبأن المياه قد تصاعدت بشكل خطير مثلا على جهة روسيا، والنقاط التي تسيطر على روسيا تسيطر عليها روسيا على الأقل من الغرب. من هذه الصورة التي نراها تلاحظ أن المياه تتدفق. وطبعا في الجهة المقابلة أيضا من مناطق سيطرة أوكرانيا نفس الطريقة تماما. طبعا الاتهامات متبادلة بين الطرفين حول من دمر سد نوفا كاخوفكا. بالنسبة لروسيا قالت بأن أوكرانيا هي التي تسببت في هذا الانفجار، بل أن أوكرانيا استخدمت صواريخ ستورم شادو في عملية التي طبعا تسلموها الأوكرانيين من البريطانيين، صاروخ الكروز. المهم بأنهم استخدموا الأوكرانيين هذا الصاروخ واستهدفوا هذا السد وتسببوا بكل هذه الحالة التي رأيناها، وهذا لأسباب تحدثوا عنها طبعا الروس بشكل واضح. هم تحدثوا بشكل واضح بأن هذه المنطقة تحديدا كما نلاحظ شبه جزيرة القرم تعتمد بشكل كبير على المياه القادمة من سد نوفا كاخوفكا. وطبعا المياه كما نلاحظ بأنها تمتد من البحر الأسود، شمال البحر الأسود إلى هذا السد، وبالتالي عندما أنت تضرب هذا السد ببساطة أو هذا السد طبعا، فإن المياه المتدفقة ستتوقف تماما على شبه جزيرة القرم. نتحدث عن ما يقارب 85% من المياه التي تعتمد عليها شبه جزيرة القرم هي قادمة من هذا السد، وبالتالي أوكرانيا بحسب التفسير الروسي تحاول قطع المياه تماما على شبه جزيرة القرم. وهذا قطع المياه لا يؤثر فقط على المواطنين الموجودين هناك في شبه جزيرة القرم، وإنما أيضا سيؤدي إلى الجفاف، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف بالمواطنين من عملية الانسحاب وترك شبه جزيرة القرم. خاصة وأننا يجب أن ننتبه بأن كانت هنالك عددا من المحطات للطاقة وللوقود سبق في الشهرين الماضيين للأوكرانيين أن وجهوا ضربات لهذه المحطات، تسببوا في عملية أضرار كبيرة فيها، وطبعا هذا أدى إلى عملية صعوبة في التزود بالوقود إلى هذه القاعدة المهمة، ألا وهي قاعدة سيفاستوبول، وبالتالي أثر الأمر على الوقود الخاص بالأسطول الروسي الحربي. وطبعا هذا أضعاف للأسطول الحربي الروسي، وبالتالي ترى بأن هنالك هجمات على نقاط الطاقة، هجمة أساسا على جسر كيرش قد شهدناه وتسبب بمشكلة كبيرة للغاية، ضربة لهذا السد في نوفا كاخوفكا يقطع المياه، يعزل شبه جزيرة القرم لكي تتهيأ أوكرانيا للهجوم والسيطرة عليها بحسب طبعا التفسير الروسي. ولكن هنالك مشكلة في هذه القضية، المشكلة الحقيقية بأن هذا السد تسبب في غرق هذه المنطقة، وهذا يعني ببساطة بأن الأوكرانيين غير قادرين بعد الآن على تحقيق الهجوم كما يتحدثون طبعا الروس، إن كان هذا هو الغرض الذي يبحث عنه الأوكرانيين. ليس من العملي أن يحققوا مثل هذا الانفجار. وهنا تأتي الاتهامات الأوكرانية لروسيا، حيث أن الأوكرانيين قالوا ببساطة بأن روسيا هي التي فجرت هذا السد تحديدا، وهم كانوا قد فخخوا هذا السد وتسببوا بتفجيره، وخاصة أنه يأتي بعد يوم واحد فقط من إشارات واضحة جدا بأن أوكرانيا قد بدأت بهجومها المضاد على القوات الروسية. في اليوم التالي مباشرة جاء الانفجار، وكان في ذلك اليوم في 5 يونيو أي يوم أمس كانت هنالك عملية اختراق للهاكرز أو القراصنة الأوكرانيين لشبه جزيرة القرم، وعرضوا هذه اللقطات من الجنود الأوكرانيين وهم طبعا يقومون بالإشارة بهذا الشكل لطبعا لاعب دور أو لاعب حرب نفسية على الروس تحديدا. ابقوا صامتين، نحن قادمون إلى شبه جزيرة القرم. وضرب طبعا هذا الموقع أو هذا السد المهم. وطبعا هذا السد أيضا الأوكرانيين ما يتحدثون عنه هنا قالوا بأن القوات الروسية
الروسية أساسا عندما انسحبت من هذه المنطقة وعبروا نهر الدنيبر وشكلوا الخطوط الدفاعية قاموا بتدمير الجسر الذي يرتبط بنوفا كاخوفكا في هذه المحطة والسد الكهرومائي للطاقة الكهرومائية، وبالتالي هذا السد هو أساسا تحت سيطرة الروس، وبالتالي الروس هم الذين يسيطرون على السد، وبالتالي هم فخخوه وهم قاموا بعملية التفجير بحسب طبعا التفسير الأوكراني. وهذا يعود إلى أسباب مهمة عملية على المستوى العسكري حاليا في هذه التوقيتات المثيرة التي نتحدث عنها. طبعا كما تلاحظون هنا فإن هنالك عندما نلاحظ هذه الخارطة على سبيل المثال لنأخذ عددا من الأمثلة المهمة التي يتحدث عنها الأوكرانيين تحديدا من نوفا كاخوفكا، فببساطة أن الروس تحديدا عندما يقومون بعملية تفجير هذه المنطقة فإنهم قاموا بعملية طبعا إغراق لهذه المنطقة بأكملها، وخاصة أن واحدة من أهم المحاور الهجوم التي كان عليها حديث كبير وتحليلات كبيرة جدا وكلام كبير بأن القوات الأوكرانية تحاول أن تعبر هذا النهر وتسيطر على تستعيد مقاطعة خيرسون بأكملها وأن تصل إلى شبه جزيرة القرم والسيطرة على شبه جزيرة القرم أيضا مرة أخرى. وكان فلاديمير زيلينسكي قد تحدث عن مسألة استعادة شبه جزيرة القرم مرارا وتكرارا، لكن هذا الأمر لم يعد طبعا قائما بالنسبة للقوات الأوكرانية، وهذا يعني أن الأوكرانيين لا يمتلكون إلا البقاء بعيدين بل الابتعاد أكثر من هذه المنطقة، وهذا يوفر أساسا فرصة للقوات الروسية بشكل مفاجئ بأنهم الآن سيستطيعون من الحفاظ على مناطق ومقاطعة خيرسون بأكملها أو المناطق التي يسيطرون عليها، أيضا الحفاظ على شبه جزيرة القرم لأشهر كاملة أو لأشهر قادمة هم سيبقون هنا مسيطرين، وأيضا ستحرر القوات الروسية التي كانت تستعد لعملية التصدي للقوات الأوكرانية وتذهب لكي تساند الجبهات الأخرى إن كانت الخطوط الدفاعية التي شكلتها روسيا في زاباروجيا أو حتى في دانييتسك، وبالتالي يستطيعون من التخفيف من عمليات الضغط أو رسم السيناريوهات لأنهم قد قضوا على إمكانية أوكرانيا أن تتقدم باتجاه شبه جزيرة القرم. بالتالي الفوائد كثيرة بالنسبة لروسيا في مسألة توجيه ضربة أو تفجير هذا السد تحديدا الذي نتحدث عنه. الفائدة العسكرية في هذه التوقيتات مهمة بالنسبة لهم، ولكن أيضا في نفس الوقت هنالك قضية مثيرة قد كشفتها الأقمار الصناعية تحديدا شركة بلانيت، وهي توضح أن الأمر ليس بالحقيقة متعمدا ولم تكن هنالك ضربة مباشرة قد جاءت على هذا السد. لماذا؟ لأننا سنلاحظ فجأة في نهاية شهر مايو الماضي في 31 من مايو فجأة جاءت الصور بحسب شركة بلانيت للأقمار الصناعية وضحت أن هنالك مشكلة في هذا السد، مشكلة انفجر هذا أو هذه المنطقة وتعرضت وكأنها إلى انفجار شديد وبدأت المياه تتدفق بهذه الطريقة في 2 يونيو. استمر هذا الأمر، لا صيانة حاضرة لهذا السد، وكذلك في 4 يونيو نفس القضية. هنالك صورة أوضح ستلاحظونها الآن، هذه الصورة على سبيل المثال ستلاحظ كيف أن الانفجار قد جاء بهذا الشكل، وإذا ما اقتربنا منها أكثر فعلا أن هنالك ضررا وتدفقا للمياه من هذا السد، في أي لحظة ممكن أن ينفجر هذا السد. وبعد ذلك طبعا كانت الصورة بهذا الشكل بحسب هذه الشركة التي ترونها أيضا الأخرى للأقمار الصناعية التي وثقت الوضع في 4 يونيو. في 6 يونيو جاء الانفجار ودمر هذا السد بالكامل وأصبح الوضع بهذا الشكل الخطير الذي نلاحظه. وما هو مثير أن الأوكرانيين قد تحدثوا من إحصائيات واضحة بأن منسوب المياه في هذا السد قد ارتفع بشكل كبير منذ تقريبا شهر مارس، وجاءوا بإحصائيات مثيرة لهذا الشكل لمنسوب المياه الذي قد تصاعد في هذا السد، وقالوا بأن الروس قاموا بإغلاق البوابات في هذا السد لأغراض عسكرية يبحثون عنها ويبحثون عنها الروس. وهنا كما نلاحظ بأننا هنا في شهر أبريل من عام 2023 تقريبا قبل هذا الشهر بدأوا بإغلاق هذه البوابات ورفعت مناسيب المياه في طبعا نهر دنيبرو وفي البحيرة الخاصة بكاخوفكا وتحديدا في السد. هذا المؤشر مهم للغاية أنه رفعت المياه بهذا الشكل، وبالتالي السد تعرض إلى ضغط كبير وانفجر بسبب أيضا ضعف الصيانة في هذه النقطة. ولماذا قد تفعل القوات
الروسية هذا الأمر ويرفعون المياه بهذا الشكل. إذا ما اقتربنا إلى منطقة خيرسون كانت هنالك تطورات في تلك الأشهر في مارس وأبريل وحتى مايو كانت تأتي من القوات الأوكرانية. الأوكرانيين كانوا يهيئون للهجوم المضاد في هذه المنطقة بشكل مكثف حيث أنهم عبروا إلى هذه الجزيرة وهي جزيرة داتشينا وكذلك إلى جزيرة بوتومكن، طبعا هذه خيرسون التي يسيطرون عليها الأوكرانيين، وكذلك إلى جزيرة شركس، وبالتالي بدت وكأنهم يهيئون بخط واحد أن يقومون بتقدم مفاجئ ويقفزون ويعبرون نهر دنيبرو ويقومون بالتقدم مباشرة إلى شبه جزيرة القرم ويضربون الخطوط الدفاعية الخاصة بالروس. ولهذا السبب هم قاموا برفع مناسيب المياه بإغلاق البوابات الخاصة بالسد، وبالتالي إذا ما ابتعدنا قليلا هنا سنلاحظ بأن ببساطة فكرت القوات الروسية وقالت بأننا إذا قمنا بعملية هنا في المياه برفع مناسيب المياه وإغلاق البوابات سنقوم بعملية رفع مناسيب المياه في هذا النهر وبالتالي نغرق على الأقل ونجعل الموقف صعب في هذه الجزر لكي نصعب مسألة التقدم على القوات الأوكرانية. الضغط كان عال وانفجر هذا السد، بالتالي نحن أمام ثلاث نظريات فعلا، أن يكون الروس هم من قاموا بهذه الضربة، الأوكرانيين هم من قاموا بهذه الضربة، وأمام حقيقة أن الأمر قد بدأ منذ نهاية الشهر الماضي. ولكن بشكل عام انفجار هذا السد هو لا ينفع أحدا، لأن هذه عبارة عن معادلة صفرية على المستوى العسكري. لا الروس يستفيدون من هذه المسألة ولا الأوكرانيين يستفيدون من هذه المسألة، هو ضرب للبنى التحتية، مئات الضحايا ممكن أن يتعرضون، طبعا مئات الضحايا ممكن أن يسقطون بسبب هذه الحادثة. بالإضافة إلى ذلك وهذه مسألة مهمة، أن الروس أيضا بسبب هذا الحادث لن يتمكنوا في التفكير من عملية السيطرة مرة أخرى أو عبور نهر دنيبرو للسيطرة على مقاطعة خيرسون، بالتالي من الصعب جدا أن يستفيد أحد من هذه المسألة، وخاصة أن المسألة الآن بدأت تنعكس وانفجار سد نوفا كاخوفكا على مفاعل زاباروجيا، المفاعل الخطير للغاية. هذا المفاعل الآن الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخلت في إنذار كبير مع ما حدث، وذلك لسبب يجب أن ننتبه إليه. إذا ما اتجهنا إلى هذا المفاعل الكبير للغاية، واحد من أكبر المفاعلات على مستوى العالم، فستلاحظ بأن الخطر والحديث هنا عن هذه المفاعلات الستة تحديدا هي بحاجة إلى المياه الباردة إلى التبريد دائما، رغم أنها لا تعمل في حقيقة الأمر لكنها تحتاج أن تكون مبردة بشكل دائم، وذلك بسبب هذه البحيرة. هذه البحيرة هي بحيرة أو بركة التبريد التي طبعا تزود هذه المفاعلات هنا بالمياه الباردة أو تبرد هذه المفاعلات لكي لا يكون هنالك حادثا نوويا. مع انفجار هذا السد الذي تحدثنا عنه هنالك انخفاض في مناسيب المياه، انخفضت بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم تحدثت أن هنالك انخفاضا في مناسيب المياه في البركة المبردة تحديدا، وبالتالي هذا يعني أن استمرت في الانخفاض بهذا الشكل وليست هنالك صيانة لهذا السد، سد نوفا كاخوفكا أو أي حلول سريعة، فإن هذه المفاعلات ستكون تحت الخطر وسنكون أمام حادث نووي خطير لا يتمناه أحد بسبب حادثة هذا السد. وطبعا رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي هو بنفسه الذي تحدث عن هذه المسألة، ولكنه طمأن الجميع مبدئيا وقال بالنسبة لنا نمتلك بعض الأشهر أو بضعة أشهر أن نستطيع من خلالها أن تزود أو هذا المفاعل يستطيع التزود بالمياه الباردة من هذه البركة أو بركة التبريد، وبالتالي لسنا في خطر لبضعة أشهر ولكن لابد من العمل. أيضا في نفس الوقت هذا الرجل الذي ترونه هنا هو أحد أهم العلماء أو أحد أهم الخبراء على مستوى الطاقة وعلى مستوى الأمور النووية والمسائل النووية، وهو طبعا مارك نيلسون كان قد تحدث بنفس الطريقة وقال لا خطرا من حادثا نوويا من سد نوفا كاخوفكا، وأساسا الجانب الروسي قال لا خطر أبدا في مسألة أن يكون هنالك حادثا نوويا، ولكن لا بد من الانتباه أن لا تزداد تداعيات هذا الأمر، ولا بد من أوكرانيا وروسيا أن تعملان على عملية حل هذه المسألة، كما تحدثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ما جرى في سد نوفا كاخوفكا وتداعياته على هذا المفاعل. بشكل عام القضية والسؤال هنا، هل بدأ الأوكرانيين بالهجوم المضاد؟ هذا أمر لا زال عليه شكوك. هل الروس عرفوا مثلا بأن الأوكرانيين كانوا يريدون الهجوم من خيرسون ومثلا تسببوا أو تعرضوا لهذا السد وفجروه أو كان حادثا متعمدا من روسيا لكي يوقفوا الهجوم الأوكراني؟
هو سؤال صعب الإجابة عليه حتى هذه اللحظة، وخاصة أن يفغيني بريغوشين قائد قوات فاغنر فجأة كشف للعالم بأن باخموت ستسقط في أي لحظة بيد القوات الأوكرانية خلال شهر ونصف. ممكن للأوكرانيين أن يسيطروا على باخموت مرة أخرى، وتحدث بأن برخيفكا الآن قد تقدمت لها القوات الأوكرانية وسيطرت على جزء من هذه المنطقة، وحتى يوكرينيان فرونت الذي هو يعتبر طبعا واحدا من المصادر الأوكرانية تحدث بأن هنالك محورين تتقدم منها القوات الأوكرانية للإحاطة ولطبعا محاصرة باخموت، لجعل باخموت في نقطة مختلفة تماما من النقطة التي رأيناها بعد كل الاحتفال والانتصار الروسي ولقوات فاغنر. الأمور الآن تبدو متغيرة، فبرخيفكا التي تحدث عنها طبعا يفغيني بريغوشين قائد قوات فاغنر هي هنا، هذه هي برخيفكا التي ترونها. الحديث بأنهم قد تقدموا وسيطروا على هذه المرتفعات وسيطروا على بضعة أجزاء من برخيفكا، وطبعا هذه المرتفعات تعطي سيطرة نارية كبيرة على برخيفكا، تعطي سيطرة نارية أيضا على ياهدنا، وأيضا تمكنهم من عملية استغلال هذه المرتفعات لتوجيه ضربات على باخموت. بهذه الطريقة بشكل عام الخطر باخموت وقوات والقوات الروسية أصبحت تحت الخطر من أن تتعرض إلى عملية محاصرة بهذا الاتجاه. ليس هذا فحسب، يوكرينيان فرونت تحدثت بأن القوات الأوكرانية بدأت بعملية التقدم من أورخيفو فازليفكا التي ترونها بهذا الاتجاه تجاه كاراسناغورا وتحديدا إلى باراسكوفيفكا التي تأتي هنا. بدأوا بالتقدم وبدأوا يحققون وينجحون في مسافات لا بأس بها، 1.6 كيلومتر مسافة التقدم من هذا الاتجاه وأيضا من اتجاه إيفانوفسكا إلى كليتشيفكا. وبالتالي أنت ترى طبيعة التقدم كلها تهدف إلى ضرب أي عملية حقيقة محاولة للحفاظ على باخموت، وهذا يعود لأن قوات فاغنر انسحبت بحسب يفغيني بريغوشين، انسحبت من هذه المنطقة وسلمت زمام الأمور للجيش الروسي، وأن القوات الموجودة في هذه المناطق التي تحدثنا عنها إن كانت برخيفكا وإن كانت كليتشيفكا هي القوات الخاصة والقوات الخاصة الروسية، ألا وهي طبعا السبيتناز، وهي واحدة من القوات المهمة للغاية في عملية الدفاع عن هذه المناطق. الآن يعني يبدو الموقف صعب للغاية، وبالتالي أيضا ما يصعب الأمور ومعرفة أن الهجوم المضاد هل هو فعلا يأتي بهذا الاتجاه، يأتي في عدد من الاتجاهات، لأن الأوكرانيين لا زالوا يوجهون ضربات جوية مستمرة إلى ماريوبول، إلى بيرديانسك، إلى المدن الموجودة هنا في الوسط من محاور يشغلونها بشكل مستمر في عملية التقدم. يحاولون التقدم من هذه المناطق مع تحشيدات من زاباروجيا هنا، ويحاولون طبعا التقدم إلى ميليتابول الوصول إلى بحر آزوف. ليس واضحا فعلا إما كانت القوة الموجودة هنا مثلا على سبيل المثال في فوغلادار هي ستتقدم وأن يكون هذا هو المحور الذي سنراه، أو أننا أمام المحور القادم من زاباروجيا تجاه ميليتابول. طبعا المنطقة العسكرية الآن بما أن هذا المحور قد أغلق في التقدم تجاه طبعا شبه جزيرة القرم بسبب انفجار سد نوفاكاخوفكا، هذا يعني بأننا أمام زاباروجيا وأمام هذه المنطقة، وقد نكون أمام لوغانسك. هنالك العديد من الخطوط التي ممكن أن نذهب إليها، ولكن بشكل عام يبدو التقدم من زاباروجيا تجاه ميليتابول إلى بحر آزوف هو الأفضل على مستوى جبال الوديان وغيرها، طريق معبد لا موانع ولا أشياء تعارض طبيعيا أو طبيعية أو عوائق ممكن أن تستغلها القوات الروسية مثل سد نوفاكاخوفكا أو جبال كما تحدثنا أو غيرها. بالتالي هنالك الكثير من التفسيرات، الكثير من التطورات، ولكن انفجار سد نوفاكاخوفكا يدخلنا في موقف صعب وجديد للغاية.